بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض يعني هناخد فيديو كده سريع ازاي نقدر نعمل لوجو سريع جدا هيفيدنا في شغلنا وهيفيدنا في كل حاجه في حياتنا. طبعا من الاساسيات اللي احنا المفروض يعني بنحتاجها في حياتنا هو اللوجو. يعني اي حد بيعمل هيعمل مثلا شغله اي هاند ميد، اي شغل في الدنيا هيحتاج لوجو. لما تنزل شغلك على صفحه الفيسبوك او الانستا او اي منصه اعلاميه، فهتضطر طبعا ان انت شغلك ممكن يتاخد منك، يتسرق اي حاجة. فهو اللوجو ده بيحفظ زي بيحفظ كده ايه العلامة التجارية بتاعتك. تمام، ما علينا. مثلا اللي بيشتغل في صواني الشبكة والديكورات زي مثلا او كده، ممكن معرض ان هو يجي يحط صورته على الفيسبوك عشان يعرضها زي اعلان ان الصورة تتاخد منه. فاللوجو ده يعني الى حد ما بيثبت ان دي بتاعته. زي مثلا انا بعمل في الفيديوهات بتاعتي، بحط مثلا مايوس هاند ميد في الفيديو اللي فوق كده، واقعد اكتب مثلا الليست على الجنب او كده الاعلان بتاعي عشان تحسبا ان الفيديو بتاعي اتسرق. وفي ناس بتاخد سكرين من الفيديوهات بتاعتي وبتنزلها عادي، ما عنديش مشكله. بس يعني ليه تشيلوا اسمي؟ ليه تشيلوا اسمي؟ الواحد برضو بيتعب في الحاجات دي. فما علينا، كنت بعمل فكره مشروع كده مختلف الفتره دي، فكنت بعمل كده يعني سريعا مش هطول عليكم في المقدمه. ففكرت ان انا بصراحه اصور لكم الفيديو. انا اوريدي عملت اصلا اللوجو والموضوع ما خدش معايا، وسهل جدا ما خدش معايا وقت، بس حبيت ان انا برضو اصور لكم كده فيديو سريع ليه، عشان اللي محتاج او اكيد كلكم او اكيد نصكم لسه ما عندوش لوجو او لسه بيبتدي شغله، فهيحتاج الفيديو ده جدا جدا جدا. طيب عشان ما اطولش عليكم، حاجه كمان هطلبها منكم في الاخر خالص، يعني حاجه هطلبها منكم، هحتاج منكم دعم صغير خالص خالص خالص، هقول لكم ازاي في اخر الفيديو، فاتمنى تشوفوه. طيب ولو اللي مش هيشوفه ومش هيكمل الفيديو، انا عارفه، هو انا هنا اوريدي عملت لوجو، عملت يعني ده لوجو فعلا، ده اللوجو اللي انا عملته ونفذته بفضل الموقع اللي هقول لكم عليه يعني. وعملت هنا الكفر بتاع الصفحه بتاعتي، فهقول لكم بقى التفاصيل دي. مستر اند مس، يا ريت تبحثوا عنها على الفيسبوك، تقدروا توصلوا كمان بيها على الانستا كمان، وتعملوا لي فولو، تعملوا لي يعني متابعه على الصفحتين دول. الصفحتين دول عباره عن ايه يا مي؟ صفحه شنط حلوه جدا وشيك، ويعني اسعارها حلوه جدا جدا فوق الوصف. فيعني اتمنى تدعموني، يعني ده اول طلب اطلبه منكم. فدي انا مش بعمل اعلان ولا اي حد ولا الموقع ولا لاي حاجه. احنا لحد دلوقتي ما عملناش اي اعلانات ولا اي حاجه، احنا غلابه والله. ف بما ان الشغل الفتره دي واقف في الهاند ميد وفي الديكورات وفي الحاجات دي، فبصراحه فكرت في حوار الشنط دي حاجه كده يعني. فاتمنى بقى الدعم، تدعموني، ان كل واحد كده هيروح يشوف الفيديو مش هياخد معاه دقيقتين دقيقه، يروح يعمل لي فولو على البيج دي وعلى الانستا، وبقى هشحن باذن الله محافظات باذن الله، وهعمل في بوكات وفي شنط باك وفي شنط شبابي وفي شنط للامهات، وبص شنط اللي هي الامهات بقى اللي هي الحوامل وكده، وشنط الاولادي اللي هي يعني الرجالي. ف مش هطول عليكم، يلا بقى عشان نبتدي بس نشوف اللي عملنا لوجو ازاي وبس. وبعد كده برضو هوريكم الصفحه تاني. بصوا ده اللوجو اللي انا عملته، ممكن يكون هو بسيط جدا يعني، هو مش حاجه بروفيشنال، بس الحمد لله انا فرحانه بيه جدا. وده اسم البيج مستر اند مس، يعني انا مغيره اسمها شويه، بعدت عن مايوس شويه يعني وكده. فاتمنى يكون، بصوا والله فيها شنط حلوه جدا 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 وحاجات لطيفه وكده. ولسه بقى ان شاء الله هنزل حاجات جديده، ويعني مش عايزه برضو اطول عليكم. تعالوا برضو الانستا بتاعها برضو هتلاقوا نفس اللوجو، هتلاقوا مستر اند مس كده بالظبط. ماشي، بسم الله كده نخش. اول حاجه انا هكتب لكم اسم الموقع طبعا على الفيديو، اسمه ريندر فورست. اسمه ايه؟ ريندر فورست. هكتب لكم اسمه ما تقلقوش. طبعا بندوس عليه هنا كده، صانع فيديوهات وانيميشن. طبعا هو هنا كده عربي، فاحنا ممكن انا هحوله بس انجليش، وبعد كده هعمله لكم برده، هجربه لكم بالعربي تاني. حافظ مش فاهم والله يا جماعه. هنعمل جيت ستارت او ابدا بقى زي ما كان. بصوا ممكن نعمل فيديو هنا ولوجو، ممكن نعمل مش عارفه ايه ده، بس هي ما علينا.
حاجات تبع الجرافيك وده المواقع والحاجات دي، فاحنا هنختار لوجو لان احنا دلوقتي محتاجين لوجو. طيب هنا مكتوب بالخفيف جدا انتر يور براند نيم، طيب اللي هو الاسم اللي انت عايز تسمي بيه البراند بتاعك، مثلا مستر اند مس ام ار اس. تمام، هنعمل جيت ماي لوجو. بس في ابسط من كده، كتبت الاسم. طبعا الاسم ممكن تكتب بقى اسمك، مايوس، اي اسم براند انت بتفكر فيه وعايز تعمله تنفذه، اذا كان بقى ايه اي نوعه. تمام، هنا خلاص اخترنا الاسم. نختار تاني حاجة اللي هو الستايل، ده اللي هو ده الستايل. كل حاجة من دي بيديك ستايل للوجو بتاعك. تمام، يعني مثلا انا لو دوست هنا دي عملت نيكست، هيجيب لك اللوجو بتاعك في ثانية. بصوا ده ستايل وده شكل لوجو ولا اروع يا جماعه. بصوا السمكه القمر دي، في حاجات كده فظيعه. في كده مش اعلان والله، زي ما انا بقول لكم ده مش اعلان للموقع ولا اي حاجه، بس انا حبيت افيدكم. سهل جدا، بصوا جهز. هنا بقى بيوريك لو هو الشكل اللوجو بتاعك اللي انت اخترته مثلا او هتنفذه خلاص على شنطه، على مثلا على ورقه، هنا فين تاني، على ظرف، على كارت. فلطيف جدا في الام كده في كل ورد. وبص دي انا مش عارفة دول باينين ولا لأ، بس انتوا افتحوا الموقع. وده دريم كاتشر، بصوا ده حصان، حاجات حلوة قوي. وكل ما بتعمل لودنج مور هيجيب لك اشكال كتير. بصوا ده حلو قوي والخط بتاعه حلو جدا بجد، انتوا مش مصدقين. بصوا في حاجات هتجيب لك افكار. بص دي برضو ممكن يكون هو مش واضح، بس انتوا متخيلين ان واحد عمل كده لوجو في ثانية؟ في اسهل من كده؟ لا احنا كمان ممكن نعدل في كل واحد من دول. اختار انهي مي حلو مثلا، ده مثلا يعني. ونعمل بصوا انا عملت هنا ايه، edit and download، هنعمله edit بقى، نخش على مرحلة الايديت. طيب بصوا ده هو كتب لك، عمل لك الخط وعمل لك اللوجو اللي هي الرسمة بتاعتك الوردة. ممكن بصوا بدي ممكن نشد نكبرها نصغرها، وده الاسم ممكن نكبره ونصغره. احنا ممكن كمان نلعب هنا في الايه، بصوا في الوردة ماشي، ده تكست سايز، ده مقاس الايه التكست نفسه، وده الايقونة سايز، دي اللي هو المقاس الايقونة نفسها. تمام، طيب ده بصوا بقى الشكل هنا، احنا كل ده في ادجاست على فكرة. الشكل بقى يعني انت لو محتاج ان اللوجو يبقى مثلا ممكن تحطه كده، يعني انت ممكن تحط الرسمة وتحتها اللوجو. تمام، طيب انت مثلا عايز دي كده مثلا تبقى البروفايل بيكتشر بتاعت البيج. طيب انت عايزين مثلا كفر، بصوا حاطلك ده جنب ده في حاجة كده في منتهى الحلاوة. ممكن كمان تحطه فوق، ممكن تحطه بالعكس زي ما انت عايز. نخش بقى على مرحلة تانية. بص تكست، تكست دي بقى خلاص احنا كتبنا هنا الاسم اللي هو الشركة بتاعتك او اللي انت مختاره، ده العرض او المسافة بينهم قد ايه، ممكن نكبر ونصغر براحتنا. لا ده احنا ممكن الفون نغير في الفونت. بصوا الحلويات دي، بصوا الخطوط اصلا شكلها حلو قوي. ده غير ان هو اصلا اوريدي هو عامل لك خط على مزاجه، احنا ممكن كمان نلعب في الخط. بصوا كتير بقى كتير، انا مش عايزه برضو اتعمق عشان الفيديو ما يطولش عليكم وتملوا، عشان مش هعرف الصراحه اعمله مونتاج لان انا يعني مسجلاه كده صوت وانا شغاله، فمش هعرف اسرع اي حاجه فيه. تمام، بصوا حلو. ممكن بقى نغير ايه، خلاص غيرنا ده كله، ممكن نغير الكالر، اللون الاسود ده ممكن يتغير، الايقونه ممكن نغير الايقونه كلها على بعضها. طيب يعني طب انا مختاره اصلا الايقونه دي هغيرها. طيب تعالوا بقى بصوا دي كلها حاجات ممكن نختار منها ايقونات، يعني لو دوسنا على واحده بس منهم يفتح لنا صفحه ايقونات قد كده، هاد كل نوع ايقونة مختلف. اللي تحتها بصوا ايقونات كتير، وانتوا قلبوا براحتكم جدا. بصوا يا نهاري ابيض، الله حلوة قوي. ووتر كولر حلوة دي يا جماعة، ووتر كولر عشان لو لقيتوها لو محتاجينها. واو انتوا شايفين اللي انا شايفاه، حاجات حلوة قوي. ده انا قبل ما اعمل لوجو ما خدتش بالي من الحتة دي كمان، ده لسه مكتشفها دلوقتي. واو بصوا بقى اللي انتوا عايزين يا معلم. لا انتي بتقولي ايه يا مي؟
واو واو واو، الناس اللي بتعمل كيك بقى وحاجات كده وتورت حلوة قوي. الورد ده مناسب لكل حاجة، حتى لو هاند ميد صح. في حروف بقى كيو 7، واو مش عارفة ده ايه، دي الوان عادي، حروف كتير جدا. الله، تصدقوا انا ما كنتش واخده بالي منها والله، لسه مكتشفينها دلوقتي. ده احنا لو دخلنا في البتاع ده بس لوحده كي اي ما شاء الله. ممكن بقى طبعا نستخدمها ان احنا نحط فيها الاسم كده عليها جنبها تحتها زي ما احنا عايزين. بصوا حرف الام ده، يا ربي على الجمال، يا ربي على الجمال. مش عايز اطلع لكم في فيديو تاني اكتر من كده، تمام. احنا كنا في الووتر كولر، في كمان انتوا متخيلين احنا في حاجة واحدة بس، انتوا مش متخيلين انا عارفة. طيب تعالوا بس نرجع بقى باك كده، الايقونة زي ما انا قلت لكم نغير الايقونة، الكالر لو في ايقونات بالالوان بتاعتها ممكن تتغير، هيرجع لي كل حاجة. طيب ماشي نبدأ تاني، معلش. بصوا هتلاقي هنا الشعار ده بالعربي، جت فرصة عشان برضو يبقى احنا عملنا كده ايه العربي والانجليش، هنعمل مستر مس احصل على شعاري، تمام. هنعمل نيكست. بصوا بقى احنا كل ده في الشكل ده، احنا كل ده في ووتر كالر دي، في بقى هنا لاين ستايل، ممكن نعمل كل حاجه من دي هتديك مجال لوحده. بصوا دي بقى الناس اللي هي تحس انها شركات اللي هي الكبيره دي، جرافيك ديزاينر والحاجات دي، تمام. ممكن بقى نختار اشكال كتير جدا جدا جدا، الهندسه كده ماشي. ما علينا، نعتبر بس ان احنا اخترنا شكل عجبنا، وطبعا نقدر زي ما انا قلت لكم الادجاست دي هنعمل ايه، نعملها كده تمام. والتكست دي قلنا هنغير الاسم، الخط، تعالوا نغير الخط، هو ده اللي يعمل كده. طيب نغير مثلا الخط كده تمام، فلطيف مناسب مع الرفع بتاع دي. الكلر بقى، مش انا قلت لكم ان احنا ممكن نغير الايقونه؟ بصوا الايقونه دي احنا ممكن هنا لو احنا دوسنا هنا، هو هنا مديك اختيارات، الاختيارات اللي هنا بيقول لك مثلا اللبني لايق مع الازرق، فهو عامل لك ايه ماتشنج مع بعض حلو جدا. طيب البينك لايق مع الازرق، الاورنج لايق مع البني. بصوا ممكن بقى احنا، لا 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 احنا مش عاجبنا الكلام ده، طيب نفتح على التكست نختار الدرجه اللي احنا عايزينها والالوان من تحت اللي احنا عايزينها وتبارك الله. بصوا بقى هنا تراي ديفرنت ايكون ستايل، ممكن نجرب كده، ممكن نجرب كده، ممكن نجرب كده. فتخيل بقى ان كل واحد بيعمل جو لنفسه مختلف تماما عن التاني، لان كل واحد وذوقه. اتمنى بس يكون الفيديو كده ما يكونش معقد بالنسبه لكم ولطيف، ومش عايزاكم تنسوا تاني تروحوا هنا على الصفحه. انا كده اللوجو ده بسيط قوي، اكتشفت ان انا عامله لوجو عادي جدا يا جماعه. هتروحوا على الصفحه هنا ماشي، هتعملوا فولو وهتعملوا سبسكرايب، وتخشوا كده تعملوا لي كومنتات حلوه جدا ولايكات وحاجات لطيفه، وتروحوا على الانستا برده تعملوا لي سبسكرايب تمام. بليز معلش، يعني هو رجاء حقيقي، يعني طلب وحيد طلبته منكم يعني، والله انا حقيقي ربنا يعلم ما باخرش على اي حد اي حاجه. الداونلود بقى، نعمل داونلود. بصوا في بقى متاح اربع اختيارات، اول حاجه الفري، وطبعا احنا هننزل الفري من غير كلام، الفري لو كواليتي بي ان جي، طبعا هو اللوجو بيبقى بي ان جي، بي ان جي تمام، عشان يبقى متفرغ كده ويبقى حلو على اي صوره. فده هو الكواليتي بتاعته قليله شويه بس حلو، مناسبه جدا. عايز هاي كواليتي هتبقى ب 10 دولار، عايز مش عارفه حاجه اعلى مش عارفه ايه الحاجات دي كلها معرفش ما علينا، 20 لوجو من طيب خلينا في الفري. وهنعمل كده بكل سهولة، بص هو كده بيحمل وهيقول لي يكتب لي الداونلود، بندوس عليه بيعمل داونلود بكل سهولة، هو بس النت شوية بس تمام. وبعدين بفتحه بقى في المكان اللي انا عايزاه، اوبن، وفتح لطيف وظريف وجميل، حسب بقى الالوان اللي انتوا عايزينها وذوقكم واختياراتكم والماركة اللي انتوا هتعملوها، كل واحد وماركاته تمام. فاتمنى يكون الفيديو كده لطيف، وما تنسونوش اللايك وسبسكرايب قبل ما تشوفوني على قناتي، يعني انا مي ليسي ودي قناتي المتواضعه، وهو صحيح انا شغاله في الهاند ميد بس
المشكلة يعني بما ان شغل الهاند ميد والدنيا واقفة شوية، ف ما فيش اي مشكلة يعني، زي ما كل واحد شغال اكتر من حاجة لازم نكون فخورين بنفسنا، والشغل مش عيب وبس.